يقول هذا السائل فضيلة الشيخ عين قاف سوداني: فضيلة الشيخ، هل تجوز الصدقة على الميت في رمضان؟ وما هي الأمور التي تصل إلى الميت من الأكل والشرب؟ الصدقة عن الميت مشروعة في رمضان وفي غيره، لكن الناس يتحرون في رمضان لأنه أفضل الأوقات، ولأن الصوام يجوعون في رمضان، هم أحوج إلى الطعام للمناسبة، وإلا فالصدقة مشروعة في كل وقت عن الميت، وكذلك الدعاء له، وكذلك الحج والعمرة عنه، كذلك تنفيذ وصاياه الشرعية، تسديد ما عليه من الديون، كل هذا ينفع الميت بإذن الله. نعم.